صباح الخير عليكم البنات، واش راكم؟ ان شاء الله كامل تكونوا بخير، تكونوا ملاح وبصحه جيده. ان شاء الله يلقاكم الفيديو هذا كامل بخير. كما راكم تشوفوا حبيباتي، وكما عودتكم حبيت نشارك معكم اليوم مقتطفات من يومياتي في الاقامه الجامعيه. هنايا كما راكم تشوفوا كان صباح، كانت شتاء تصب كما راكم تشوفوا. هنايا كنت نوجد في الفطور تاعي، هنايا كان عندي كونزيا شوكو درتوه في الكاس، وشويه تاع مادلان، والياغورت هذا كما راكم تشوفوا، والجو بطبيعه الحال. على بالكم انا يا صباح ديما نحب نشرب الجو على الصباح، وناكل هكا حوايج كل مره كيفاه. المهم كل مره نبدل، بصح الجو ما يتبدلش عندي، ديما نحب نشربو على الصباح. وقبل ما نبدا نكمل يعني في لا فيديو هذه، ما تنساوش تخليوا لي جام وكومونتير على لا فيديو، وابوني في القناه الى ما راكمش مشتركين فيها. وهنا يا حبوباتي كما راكم تشوفوا كملت وجدت الفطور تاعي وفطرت، ومن بعدها وجدت روحي لبست قشي ورحت نقرا. في ديك كانت واحد الشتاء واحد البرد، واش نقول لكم، هنا كنا نقراو في لابوغاتوار كما راكم تشوفوا. هنا كانت البروف تاعنا تحضرنا في واحد التجربه، صورت لكم هكا مقتطفات منها. وهنا يا حبيباتي بعد ما كملت القرايه تاعي كنت خفانه على تشيز كيك. انا ديما في شغل في البرد، كي تكون هكا كاين الشتاء والبرد ومنا نحب هكا ناكل حوايج ومنا نتشهى هكا حوايج. كما راكم تشوفوا صورت لكم تشيز كيك هذا، رحت للبلاصه اللي رحت ليها في الفيديو اللي قبل هذا،
قلت لكم هذيك فاست فود تاع المحروسه بلا تشيز كيك، هذا قلت لكم بزاف بنين وبزاف عجبني. وهنا البنات كنا هابطين في الليل كما راكم تشوفوا، واحد الشتاء واحد البرد، رايحين ايماجينيها فيها، رايحين باش نتعشاو باسكو انا تحرق لي الريزيستانس تاعي مع الاسف، وزيد اون بلوس دو سا شوفاج ما شعلش في الشامبرة تاعي باسكو انا نسكن في 5 ايطاج، ديما نجيب الراجل اللي يخدمو يشعل لي يوم ومن بعد يطفى ومن بعد نقعدو هكيك في البرد ايماجينيها. ومع اصلا شغل نسكن في بلاصه بارده وزيد اون بلوس 5 ايطاج، والله سوفرانس كبيره البنات. وهنايا كما راكم تشوفوا هذه لا بيوري، هذا لا شارلي دارونا كما راكم تشوفوا. وهنايا حطوا باش نتفرجوا الماتش نتاع السعوديه والمكسيك، بصح انا كنت حنتفرج انا بصح اني ليت ما تفرجتش، هنايا تفرجت الفوقة في فواي كما راكم تشوفوا، صورت لكم هكا مقتطفات وحنا نتفرجوا في الماتش في الفواي. وهنا يا حبيباتي بعد ما كملنا يعني كمل الماتش كما راكم تشوفوا، هنا كان الماء مقطوع عندنا الفوق، هبط هنايا كما راكم تشوفوا وقاعده نعمر في الماء اللي نحتاج. قلت لكم والله سوفرونس كبيره، وحده تسكن في 5 ايطاج ما يوصلهاش، قليل وين يوصل، زيد شوفاج ثاني ما يوصلش، يعني الحمد لله على كل حال. انا يا البنات يعني صراحه انا الاقامات صح فيها تمرميد وسوفرونس منا، بصح هذا التمرميد هذا كيما يقولوها هادو لي سوفونير يعني الحلاوه اللي راهي تتفكروها من بعد كي تكبروا تتخرجوا تكونوا تزوجوا ولادكم، يعني هادو لا تمرميد و لا سوفرونس، هذه اللي كامل راح تكون ذكرى مليحه شغل تخليوها عندكم تبقى في بالكم يعني حتى شغل طول العمر. وانا حبيباتي وصلت لاشامبر تاعي، هنا كانوا عندي شمعات من لانيفيرسير تاعي حبيت نشعلهم. وهنا يا حبيباتي كنا لحقنا لا فان تاع لا فيديو، ما تنساوش تخليو لي جام وكومونتير وابوني في القناه الى ما راكمش مشتركين. نعاودها لكم لا دوزيام فوا ونلتقي في فيديو اخر ان شاء الله.